قبل ما ندخل إلى هذا المكان الجميل، يعني كنا بنتكلم عن مدينة المعرفة. مدينة المعرفة من المشروعات اللي متحمس ليها جدا السيد الرئيس. يمكن احنا هنعرض دلوقتي على السادة المشاهدين أشكال تخيلية لهذه المدينة، وإن شاء الله هذه الأشكال، هذه الجرافيكس تتحول إلى حقيقة بإذن الله. كلمنا عنها، يعني إلى أي مدى هذه المدينة مهمة لمصر؟ طب خليني أقول لحضرتك إن ما تم عرضه النهاردة هو مش شكل تخيلي ولا جرافيكس للمدينة، هو ده الديزاين الحقيقي للمدينة. يمكن الديزاين ده يتغير بعض الشيء، لكن هو ده الديزاين العام لهذه المدينة. مدينة المعرفة هي باسمها طبعا سيادة الرئيس مهتم جدا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة القطاع ده بيلقى الكثير من الدعم من القيادة السياسية، والقطاع يستحق هذا الدعم، لأنه قطاع زي ما حضرتك شايف قطاع بيوفر فرص عمل كثيرة للشباب، ومش فرص عمل بس كثيرة للشباب، وإنما فرص عمل بكواليتي أعلى من أي فرص عمل تانية. والشباب اللي موجودين هنا مش بيخدموا بس مصر، ولكن بيخدموا دول كثيرة في العالم. مدينة المعرفة الرئيس الحقيقة لديه استراتيجية مهمة جدا في إنشاء كيانات. يعني خلينا برضو نتكلم على الرؤية الكبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية رؤية القيادة السياسية والدولة لهذا القطاع.